عادش فما ريحة رمضان، ما عادش الجو متاع رمضان، الخرجة وليت ياسر ياسر تبدلت، ياسر تبدلت تاع قبل قبل خير قبل خير. نكهة رمضان كانت ريحته رمضان، راهو من قبل بجمعتين تشم ريحة رمضان، حتى في طنجرتك في توا كل شيء ماس، كل شيء ماس توا، ما فما حتى نكهة، لا في الماكلة لا في الخرجة لا في الجو لا في حتى شيء، ماس اسم رمضان وكهو. خلي الشباب يتفرج، هو معناها منها توعية ومنها راهو، مانيش كونتر أنا الحكاية هذيك، معناها أنت صغيرك ماكش باش تحطه هكا وتسكر عليه وتغمض له عينيه وتقول له ما تشوفش وما تعمل، أنت توعي صغيرك وتحكي معاه وتوريه كل شيء وتوجهه وكيكا وربي يستر وكهو، راهو ماكش أنت باش تحطه هكا وتسكر عليه، معناها ديما توعيه وكهو التوعية. عسلامة. عسلامة. صحة شريبتك مدام. صحة شريبتك. لو كان تحكي لنا على أجواء رمضان اليوم كيفاش تشوفيها؟ والله إيش باش نقول لك، ماهوش كيما قبل كيما توا، تبدلوا برشا حاجات في رمضان. ما عادش فما ريحة رمضان، ما عادش الجو متاع رمضان، الخرجة ولات ياسر تبدلت، ياسر تبدلت على قبل. رمضان معروف باللمة وبالرحمة وبالتآزر وبالتعاون. رمضان قبل كما رمضان لا رمضان قبل كما رمضان في الايامات الظوما؟ لا لا رس بنتي لا، توا ولا رمضان كل واحد على روحه. قبل كانت اللمة العائليه، معناها كانوا يمشيوا ياسر لبعضهم، الاخوات الحمي الحمول البو الام، توا ما عادش ولا تليفون يحكم بين العباد، معناها ميساج هي طيبه صح شريبتك، معناها العائله ولات عماله وتنقص، معناها تلقى دي بالدوب، معناها والجيران ما عادش تمشي لبعضها، ما عادش تذوق بعضها. قبل كان ريحه رمضان، جو رمضان، انت شطيبت انا شطيبت، نذوقوا بعضنا، اللمه موجوده اللمه العائليه، توا جمله. حسب ما فهمت من كلامك اللي الريزو سوسيو عنده تاثير على العلاقات بين العائلات، شنو رايك انت كتونسيه في الموضوع هذا؟ هاني قلت لك تو كنت نحكي لك، معناها قلت لك ولا تليفون يحكم بين العباد، معناها الناس يقعدوا بالاشره ما يتقابلوش العائلات، معناها تليفون يحكم بيناتهم، صحه شريبتك شنو احوالك والله راني لاهيه. قبل ما كانش هذايا، معناها كانت الناس تمشي وتجي على بعضها، العائله ملمومه يخرجوا المرشي مع بعضهم، تو هاني قلت لك ولا كل واحد على روحه، عماله والشيء يتبدل، معناها ياسر مساعد رمضان. ما استعلق. كيفاش تعدي نهارك انت في رمضان؟ عادي نهاري نخدم، نروح نرتاح شويه، ندخل الكوجين نخرج منها وقت اذن المغرب، نسهر شويه مع بنتي مع صغاري وراجلي كهو، ما عنديش حاجه اخرى نعملها. راني اكيد راك تفرجت في المسلسلات التونسيه السنه، اعطينا رايك في المسلسلات التونسيه. والله ايش باش نقول لك، توا فما مسلسل معناها اللي عديوا فيه توا صغار يتفرجوا فيه، باهم كبار ماهمش صغار، معناها قالوا لي حسب ما نحكي مع ولدي قال لي معناها اللي نشوف فيه، قال لي انا في الليسي اكثر من هذيك، قال لي ماهوش حاجه عيب اللي يوريو فيه في التلفزه، معناها قال لي اللي احنا عايشينه في الليسي ونشوف فيه اكثر من هكيك، ماهيش حاجه معناها، خلي الشباب يتفرج، هو معناها منها توعيه ومنها راهو، مانيش كونتر انا الحكايه هذيك، معناها خاطر الشباب يلزموا يشوف باش معناها يعرف على شنو هو قادم، انت صغارك تشوف هكيكا معناها تعرف على شنو هو تاريخ في الليسي شنو هو صاير والكل، اللي ما يعرفش اما هما يعرفوا. انت كأم تونسية باش تنصح الأولياء؟ شوفي شنو نقول لك، انت صغيرك ماكش باش تحطه هكا وتسكر عليه وتغمض له عينيه وتقول له ما تشوفش وما تعمل، انت توعي صغيرك وتحكي معاه وتوريه كل شيء وتوجهه وهكاكا وربي يستر وكهو، راهو ماكش انت باش تحطه هكا وتسكر عليه، معناها ديما توعيه وكهو التوعيه. ما عندك حتى حل، والديك كونهم يوعيوا صغارهم ويحكيوا معاهم في كل شيء، في كل شيء يحكيوا معاهم، هذيك يجي وهذيك ما يجيش، وتسيبوا معاه ربي وكهو. لو كان تحكي لنا مدام على الفرق بين التلفزة التونسية قبل والتلفزة التونسية حاليا، شنو التغيرات اللي صارت في التلفزة التونسية؟ برشا حاجات، ولينا نوريو في برشا حاجات قبل كانت ما توراش. صراحه معناها قبل كانت الحشمه وكانوا حتى مسلسلاتنا يحكيوا على حاجات هكا معناها مجتمعيه محافظه وكل، تو معناها ياسر كل شيء ولا يتعدى في التلفزه، معناها ياسر معناها كل شيء ولا يتعدى في التلفزه، معناها السنين الاخرى هذوما تو بالنسبه كيما قناه الحوار، معناها هذا كل ما كانش من بدا مسلسل ولاد مفيده حتى لتو حاجات ما كناش نتفرجوا فيها، معناها ما حاجات ما معناها ما كانش تتورى، هو راهو ايش نقول لك باهي وخايب، هو راهو باهي باش انت معناها بالتوعيه في حد ذاتها، وزاده فما حاجات ما فما عائلات تفرج، معناها فما عائلات يتفرجوا مع بعضهم، الوالدين اللي يتفرجوا مع بناتهم مع مش حلو مش تعايل، انا تو برشا صاحبتي تقول لي محرمين عليهم ما يتفرجوش في الفلوجه.
ولا تتفرج بنتي وحدها وبوها ما يتفرج، ولا معناها ما نجمش تفرج بنتي وولدي في نفس الوقت، فهمت؟ فما حاجات ما يلزمهمش ما يشوفوا مع بعضها، خاطر فما حاجات يحشموا. كناش نتفرجوا قبل الاغتصاب ولا برشا حاجات ما كانوش موجودين الحقيقه، كانت فما الحشمه. رمضان قبل وتوا نكهة رمضان برامون العباد الكل تقولك اللي نكهة رمضان تبدلت ما عادش كي قبل، حسب رأيك أنت رمضان كيما قبل خير ولا توا خير؟ قبل خير، قبل خير. نكهة رمضان كانت ريحة رمضان، راهو من قبل بجمعتين تشم ريحة رمضان حتى في طنجرتك، في توا كل شيء ماس، كل شيء ماس توا، ما فما حتى نكهة، لا في الماكلة لا في الخرجة لا في الجو لا في حتى شيء ماس، اسم رمضان وكهو.